تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية. هذا وشهدت أجهزة إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من تلك المبادرة. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق العديد من المبادرات لتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث شهدت محافظة الجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من المبادرة. مستمرين لليوم الرابع عشر على التوالي، سواء بقى على المنافذ الثابتة أو المنافذ المتحركة. المنافذ اللي بدأنا نغطي فيها سبع محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية هي محافظات القاهرة الكبرى، الجيزة والقاهرة والقلوبية ومحافظة الإسماعيلية والشرقية، ونضم مؤخرا محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والدهلية. لا، المبادرة 100 100 والحمد لله، والله كويسة الحمد لله. توفر مؤسسة حياة كريمة منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية لمساعدة الأسر على مواجهة أعباء المعيشة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا. احنا منتشرين على مستوى محافظة الجيزة يوميا، بنستهدف الأماكن الأكثر تزحما بالنسبة للعربيات المتنقلة. الشوادر عندنا منتشرة في محافظة الجيزة، عندنا النهاردة احنا واقفين في شادر ده منطقة حدائق الأهرام. أنا بقالي أسبوع دلوقتي متطوعة في الشادر هنا، في إقبال ما شاء الله، الناس كل يوم يعني بيقولوا لي ريفيو عن اللحمه وعن جودتها، وكل يوم مثلا بيجيبوا قرايبهم تاني يوم. اللحوم التي توفرها المبادره تخضع لرقابه بيطريه صارمه لضمان سلامتها وجودتها، فضلا عن ضمان الاسعار التنافسيه لتكون في متناول الجميع. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.